موجز الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع بتوفير مقر مناسب للفرقة الموسيقية العسكرية والبت في تسوية أوضاع كافة منتسبيها وتوفير احتياجات الفرقة من الأدوات والآلات الموسيقية والزي العسكري. جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من أعضاء الفرقة الموسيقية العسكرية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن. وأشاد رئيس الوزراء بالأدوار المشرفة التي تقدمها الفرقة العسكرية بأدائها المتميز، مثمنا مستوى مشاركاتها الكثيرة في إحياء الأعياد الوطنية والترنم بالنشيد الوطني لليمن، والذي يجب أن يظل عاليا في وجه كل أعداء الجمهورية. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية في الوقت الراهن تستدعي من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وأضاف الوزير في كلمته التي ألقاها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف إننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر، حرصا على التوافق في هذا المجلس وحرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن. سحبت هولندا قرارا تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية 36 للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن. وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين الكسندر مازا مارتيلي في جنيف أن هولندا سحبت مشروعها، وجاء سحب المشروع الهولندي لصالح قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير أعمالها للتحقيق أفضل النتائج. تقدمت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي جنوب وادي بن عبد الله شمال غرب مدينة حرض غرب محافظة حجة. ونقل مصدر عسكري في المنطقة الخامسة أن قوات الجيش الوطني تمكنت من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة شمال وادي بن عبد الله بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية. وأضاف المصدر إن معارك اندلعت بين الجيش الوطني والميليشيا أسفرت عن مصرع وجرح أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا والتي فرت أمام تقدم أبطال الجيش الوطني. حقق الجيش الوطني انتصارا جديدا في معارك اندلعت بجبهة هيلان بصرواح بمحافظة مأرب. وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني شن هجوما على مواقع الميليشيا، وأكد تحرير عددا من المواقع التي شملها الهجوم. وأضاف أن الجيش الوطني استولى على ذخائر وأعتاد عسكري لافتا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وكانت مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات الميليشيا بهيلان ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية. صدت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مواقعها في مديرية خب والشعب شمال محافظة الجوف. وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيا الانقلابية شنت هجوما مباغتا استهدف مواقع الجيش الوطني في التبة الحمراء بمديرية خب والشعف. وبحسب المصادر فإن اشتباكات اندلعت إثر الهجوم تمكن خلالها أبطال الجيش الوطني من دحر الميليشيا وإجبارها على الفرار. وفي السياق شهدت جبهات المتون والمصلوب شهدت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية. شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح في حيد بن عقيل بعسيلان، فيما دمر الجيش الوطني رتلا للانقلابيين حاول الالتفاف حول جبل هيلان في صرواح بمارب لتعزيز قوة الميليشيا المحاصرة في قمة الجبل. كما شنت مقاتلات التحالف غارتين استهدفتا مستودعا للأسلحة في سفح جبل الصافح بطوق العاصمة صنعاء. فجر مسلح ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منزل أحد المواطنين في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء حسب ما أفاد مصدر محلي. وذكر المصدر أن الميليشيا الانقلابية فجروا منزل المواطن علي عبدالله الطيابي في منطقة طياب بالمديرية وشنوا حملة مداهمات واختطافات لعدد من أبناء المنطقة وهددوا بتفجير منازل أخرى.
انتهى الموجز، إلى اللقاء.